طيب الله أوقاتكم بكل خير. نشرت الأخبار من فضائية إريتريا، معكم فيها شباب الآية والمستهل بيهم وأبرز ما جاء فيها. تطعيم مصفائي سيجري نهاية العام. الإريتريون في جنوب السودان يحيين يوم الشهداء. دورة تدريبية صحية في جنوب البحر الأحمر. قوات أمريكية إضافية للشرق الأوسط ردا على التهديد الإيراني. قتلى في قلق عبارة في إندونيسيا. وقتلى وجرحى في زلزال بجنوب غرب الصين. مرحبا بكم. أعلنت وزارة الصحة في الاجتماع الذي عقدته في أسمرة للجهات المعنية بأن تطعيم السحاء سينتظم البلاد بنهاية هذه السنة. وأوضح مسؤول البرنامج الوطني للتطعيم السيد تيدروس يحدوغو في الاجتماع الذي عقد لثلاثة أيام بحضور مسؤولي أقسام الوزارة ومكاتبها في الأقاليم والشركاء، أوضح بوضع برنامج العمل والتقديم المعلومات، مشيرا إلى وجود خطة لتطعيم حوالي 2,800,000 مواطن من عمر 21 عاما في برنامج تطعيم مسحائي الذي سيقدم في شهر نوفمبر وديسمبر. وذكر الخبراء بأن مرض السحائي يظهر في 26 دولة جنوب الصحراء وخط الاستواء، حيث أجرت 21 دولة منها التطعيم مسبقا، وأن إريتريا كجزء من هذه الدول فمن الأهمية لها إطلاق حملة التطعيم الوطنية لاستئصال المرض. كما أضاف السيد تيدروس يحدوغو لوكالة إيرنا أن أعضاء وزارة الصحة يتلقون تأهيل المؤهلين للتعريف بالمرض، لأن حملة التطعيم تعتبر الأولى من نوعها في البلاد، وبذلك سيتم نشر المعلومات إلى الأقاليم والمديريات. وتوضح التقارير بأن 50% من المصابين بمرض السحاء يلقون مصرعهم، وهو مرض خطير تسببه البكتيريا وينتقل عبر البشر إلى البشر، حيث يقتل المصابين به في 24 ساعة. هذا وسيقدم فيتامين ألف للأطفال من عمر 6 أشهر إلى 59 شهرا جنبا إلى جنب مع تطعيم السحاء. أحيا الإريتريين المقيمين في جنوب السودان 20 يونيو يوم الشهداء بإضاءة الشموع والفعاليات الفنية التي تعكس تضحيات شهدائنا. وفي المناسبة التي نظمت يوم 16 يونيو بحضور المسؤولين في جمهورية جنوب السودان وآلاف الإريتريين، أوضح سفير إريتريا السيد يوهانس تخنميكيل في الكلمة التي ألقاها، أوضح سبب إحياء 20 يونيو كيوم للشهداء، وقال إن الشعب الإريتري استطاع تجاوز جميع الأوضاع الصعبة بصمود وتفان كبير، مشيدا باستعداده الكبير لتنفيذ أمانة الشهداء. وذكر السفير يوهانس تخنميكيل بأن استطاعت غير المستطاع قيم ورثناها من شهدائنا، مذكرا للعمل المضاعف بتمتين الصفوف لتنمية الوطن انطلاقا من النهج المستقل الذي أمناه بالتصدي لمختلف العدائيات. من جانبها أشار مسؤول دوائر أفريقيا في وزارة خارجية جنوب السودان السفير مايكل نيانغا ضيف الشرف المناسبة، أشار إلى الدعم القوي للشعب وحكومة إريتريا لنضال شعب جنوب السودان، معبرا عن تقديره وإعجابه باعتزاز الشعب الإريتري بشهدائه. وقال رئيس الجالية الإريترية سيد هابتوم زرؤو إن الشهداء ألبسون الفخر والاعتزاز بتضحياتهم، مؤكدا على الاستعداد لتمتين صفوفهم وإنجاح برامج التنمية الوطنية. كما أحيا الإريتريين المقيمين في يوغندا في البرنامج الذي نظموه في 16 يونيو ذكرى الشهداء الأبرار بإداءة الشموع ومسيرة الأقدام. وألقى سفير إريتريا في يوغندا السيد محمد سليمان كلمة أوضح فيها أن الشعب الإريتري دفع ثمن باهظ لنال حريته وضمان سيادته وإرساء السلام والاستقرار، مشيرا إلى أن ذكرى هذا العام مميزة لأنها تأتي في مرحلة جديدة أتت نتاجا للاستشهاد. وقال السفير محمد سليمان إن حماية الوطن الذي جاء بالاستشهاد يتم بالاستشهاد أيضا وإزهاره وتنميته من وصايا الشهداء الأبرار، داعين المواطنين لتعزيز دورهم الواعي لتنفيذ ذلك. من جانبه قال المواطنين المشاركون في البرنامج إن شهداء الأبطال دوما في قلوبهم ومؤكدين جاهزيتهم لتنفيذ وصاياهم ومواصلة البرنامج الجاري لكفالة أسر الشهداء.
في غضون ذلك نظم أعضاء وزارة الإعلام برنامج إحياء ذكرى 20 من يونيو الجليلة يوم الشهداء. وشهدت فعاليات البرنامج الذي نظم في 17 من يونيو في قاعة هاجر ميديا بالوزارة، شهدت برامج وفقرات فنية وثقافية تعكس معنى الاستشهاد. نظم سكان مدينة مصوع وعمال المؤسسات الحكومية في مديرية تسني بمناسبة 20 من يونيو ذكرى الشهداء الأبرار، نظموا نفيلا شعبيا في مقابر الشهداء تركز على أنشطة التشجير والنظافة. وأوضح سكان مدينة مصوع لوكالة الأنباء الإريترية إيرنا أنهم ينظمون أنشطة نفير شعبي كل عام بمناسبة 20 من يونيو ذكرى الشهداء الأبطال الذين ضحوا بحياتهم رخيصة من أجل نيل الحرية وحماية السيادة، وذلك لتأكيد مكانتهم الكبيرة في قلوب كل مواطن وتجديد العهد. كما أشاروا إلى أنهم وكجزء من البرنامج يتخذون مبادرات لمساعدة أسر الشهداء معززين تأطيرهم. وهدف البرنامج المماثل الذي نظمه عمال المؤسسات الحكومية في مديرية السنية هدف إلى تأكيد جاهزيتهم لتنفيذ أمانة الشهداء بالعمل. في غضون ذلك نظم سكان مدينة أوردات نفيرا شعبي لدفن البرك وأماكن توارد البعوض والمستنقعات والحفاظ على نظافة المدينة. وأفاد مراسل وكالة الأنباء الإريترية إيرنا بأن هذا العمل الذي أنجزه السكان بالتعاون مع شركة السجن للمنشآت وأصحاب المركبات الخاصة كان أكثر فعالية من الأنشطة السابقة. نظم مكتب وزارة الصحة في إقليم جنوب البحر الأحمر دورة تدريبية صحية ل 25 من أعضائه، وتضمنت الدورة محاضرات نظرية وتطبيقية لمكافحة وعلاج الأمراض المعدية عامة ومرض نقص المناعة المكتسبة الإيدز بصفة خاصة. وقال مسؤول مكتب وزارة الصحة في إقليم جنوب البحر الأحمر السيد أسفاو نقاش إن الدورة تسقي قدرات الأعضاء داعيا لتطبيقها في العمل. قال قائد مركز شرطة مديرية السنية الملازم أمناي زودي أن أنشطة التوعية المستمرة بالقانون أسهمت في خفض الجريمة والمخالفات. وأوضح الملازم أمناي لدى لقائه سكان خمس ضواحي بالمديرية أن الجرائم انخفضت بنسبة 47% والمخالفات بنسبة 35% العام الماضي مقارنة بالأعوام السابقة. كما أشار إلى مواصلة العمل المنظم لمكافحة الجريمة حيث شدد على ضرورة بذل المزيد من الجهد للسيطرة على خرق قوانين المرور المستفحلة. وفي الختام دعا قائد مركز شرطة مديرية السنية الملازم أمناي زودي دعا أولياء الأمور لمتابعة أبنائهم وتوجيههم. فاصل مشاهدينا ثم لهم على الصعيد العالمي. قال القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شانهان في بيان إن الولايات المتحدة ستقوم بنشر 1000 جندي أمريكي إضافي للشرق الأوسط ردا على التهديد الإيراني في المنطقة. وقال بيان لوزارة الدفاع إن الهجمات الإيرانية الأخيرة تؤكد مصداقية وموثوقية المعلومات الاستخباراتية التي تلقيناها بشأن السلوك العدائي من قبل القوات الإيرانية ووكلائها والتي تهدد أفراد الجيش الأمريكي والمصالح الأمريكية في جميع أنحاء المنطقة. وكان القائد الأعلى للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط فرانك ماكنزي قد قال إن إيران قررت التراجع وإعادة الحسابات ردا على التعزيزات العسكرية الأمريكية في منطقة الخليج العربي، ولكنه أكد أنه من السابق لأوانه للغاية استنتاج أن التهديد ولا. وأشار المسؤول العسكري لأن نشر حاملة الطائرات أبراهام لينكولن في شمال البحر العرب وغيرها من المعدات ساعد في تقليص التهديدات الإيرانية. أعلنت الشرطة الإندونيسية أن 15 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم لدى غرق عبارة قبالة جزيرة جاوة الإندونيسية، وكانت العبارة تنقل حوالي 50 شخصا عندما انقلبت في بحر مضطرب على مغرب من جزيرة مادورا، كما قال المتحدث باسم الشرطة فرانس بارونغ مانجيرا. وعثر الصيادون بعد الحادث على العبارة التقليدية التي يبلغ طولها 10 أمتار.
وانتشرت فرق الإنقاذ 13 جثة، ما رفع عدد القتلى إلى 15 شخصا، وأنقذت 31 من الأحياء. ويبحث رجال الإنقاذ عن 3 أشخاص آخرين على الأقل يعتبرون رسميا في عدد المفقودين، لكن الحصيلة يمكن أن تزداد. وحوادث القلق شائعة في إندونيسيا، وهي أرخبيل تتألف من أكثر من 17 ألف جزيرة، حيث غالبا ما ينتقل الناس بالعبارات رغم معايير السلامة السيئة. ضرب زلزال بقوة 6 درجات إقليم سيشوان في جنوب غرب الصين، ما أسفر عن مقتل 19 شخصا على الأقل وجرح 134 آخرين، بحسب ما أفاد مسؤولون ووسائل إعلام رسمية. وقامت السلطات بإيواء أكثر من 4000 شخص بعد الزلزال الذي دمر أو ألحق أضرارا بأكثر من 10000 مسكن في مدينتي يبين، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 5.5 ملايين نسمة. وعرض التلفزيون الوطني لقطات لرجال إنقاذ ينتشلون إحدى الضحايا من أنقاض منزل. وقال مسؤولون محليون للوكالة أن الوفيات والإصابات سجلت جميعها في مقاطعتي تشانغيانغ وغونغشيان. وأوضحت السلطات أن أكثر من 100,000 شخص تأثروا بالزلزال. وتبعت الزلزال أكثر من 60 هزة ارتدادية كان شدها بعد 40 دقيقة، وبلغت قوتها 5.1 درجة. نهاية النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة.